مدني يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة أنا مش عارف أعبر عن سعادتي من وجود حضراتكم جميعا، هو القاعة من كتر حضراتكم يعني مكتظة وكراسي اتحطت من قدام ومحكة الرؤية عن الورا، فأنا أعتذر لكل حضراتكم وأنا أعتذر لكم كلكم جميعا. أنا سعيد جدا ومبسوط جدا بوجود حضراتكم معانا والحصول على الجودة والاهتمام، وده ما جاش من فراغ حضراتكم الدنيا اللي اتحطت أهو. احنا كنا مجهزين واحدة أكبر منه حوالي ساعة بس تحت أسبوع 10 دقايق الشركة، فيعني في حاجات تانية كتيرة حصلت وراء الكواليس كان فيها مشقة وتعب. طبعا دي مش ده إلا في وجود طارق بصراحة، يعني الدكتور أحمد عزيز عمل حاجات كتيرة أوي 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 من فوق الوصف. واحد ساعة أو قبل الميعاد، الدكتور مصطفى قال لنا لازم قبل 9/7 اللي هو الميعاد اللي احنا حصلنا عليه، لازم قبل 9/7 يوم 8/7 نبقى باعتين فلوس للهيئة، فلوس يعني مش كتير 5000 جنيه، نبقى باعتينها للهيئة عشان يقول لهم احنا هنا أهو هنبتدي في البروسيسنج بتاعة الجودة. ساعتها كانوا قفلوا الميزانية، كان في شهر 6 آخر 6، فقفلوا الميزانية وكل حاجة، فأصروا إن هو يطلع الشين بأي طريقة، ميزانية تقفلت ما تقفلش تفتح تاني بأي طريقة، المهم يحصل الموضوع في النهاية 5000 جنيه عشان ناخد في معادنا، وبالفعل خدنا في معادنا. وبعد كده كان في زنقة قوي، الدكتور أحمد حسنين جه بص قال لا احنا ممكن ندي الميعاد شهرين ثلاثة زي ما نأجل، قلت له يا معلم باشا لو أجلنا الناس هتتراقى والزملاء هيستنوا لغاية الميعاد الجديد ما يجي ويقرب، احنا إن شاء الله بإذن الله تعالى ده هيبقى بريشان مش حلو للهيئه نفسها ان احنا ناجل، وبالفعل ان احنا خضنا وخدنا في ميعادنا. فاللجنه جت في 2 و3، تخيلوا حضراتكم لو اجلنا حتى شهر الكورونا والحظر وكده ده في 15/3 كنا قعدنا لغايه دلوقتي ما خدناش الجوله. فانا يعني ممنون جدا، ممنون لحضراتكم، اشكر نواب رئيس الجامعه الاستاذ الدكتور احمد سليمان، الجامعة اللي هو حاتم صادق
كتير، ومنهم الدكتور محمد عبد العالي وكيل وزارة الصحة العاصمة، الدكتور جمال قريشي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة ميريت. طبعا شرفتونا ودايما مشرفينا نواب مجلس النواب اللي هم ليهم باع طويل وتاريخ طويل في السؤال، النائبة عبد الهواري، النائبة عبد الهواري.